السلام عليكم ومرحبا بكم معايا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الفطائر هذه او هاد الخبيزات اللي كيجيو بشكل هكا مربع واللي هما معمرين من الداخل بالكريم باتيسيير وبالبيبي دو شوكولا، اللي هما كيجيو على هاد الشكل هذا بلا ما نحتاجو الفرن، فكنطيبوهم فقط في المقلاة. فإلا بغيتو تعرفوا معايا الطريقة والمقادير فما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو الى الاخير، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم الى عجبتكم الوصفه، ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها وهو نوجدوا الكريمه. فهنا وضعت ملعقه من الكريم باتيسير بودره اللي كيتباع يعني جاهز، نضيف ليه سنيده كتبقى حسب الذوق، نضيف ملعقه ديال السنيده، وغادي نضيف ليه 250 مللتر من الحليب، وكنحرك جيدا حتى كيتخلط مزيان لاكريم مع الحليب. من بعد كنوضعو فوق النار، كنخليه حتى كيبدا كيغلي، وكنحسب ليه غير كتبدا كتختار معايا لاكريم. كنزول الاناء من فوق النار، فانا هنا وضعته فوق البوطه، كنحركه دائما التحريك، ما نحبسوش من التحريك حتى كيطيب، ضروري هاد القضيه هادي. كنستمر هكا حتى كيبدا يختار، اون فوا كيبدا يختار فخصنا نهزوه من فوق البوطه، ما نخليوش باش ما يختارش معنا بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا الكريمه هي وجدات، كتجي على هاد الشكل هذا. غادي نخليها كتبرد، غنغطيها بواحد الفيلم اليمونتير باش ما تقصحش من الفوق على ما نوجدوا العجين. هنا غنوضع عليها واحد البلاستيك غذائي، غادي نمرو باش غادي نبداو العجينه ديالنا. بالنسبة للعجينة فغادي نحتاجو واحد 250 غرام من دقيق الفينو، 250 غرام من الدقيق الأبيض، كيس من الفاني، واحد ملعقة صغيرة مملوءة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، غادي نفتح الساشيه ديال الفانيو وغادي نوضعها فوق الخميره. نصف ملعقه صغيره من الملح، ما يعادل واحد ملعقه كبيره من زيت الزيتون او لا زيت نباتيه، كيبقى لكم الاختيار، والماء الدافئ باش غنعجنوا هاد العجينه هادي. فكنبقى كنضيف الماء وانا كنجمع في العجينه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت في العجينه ديالي. فضروري هاد الخبيزات هادو كيخصهم ضروري الدلك يعني بالكف او لا باليدين. بالنسبه للسيدات اللي عندهم العجانات فيقدروا يستعملوهم. هنا بعد ما عجنت العجينه ديالي وجدات فدلكتها جيدا، غنبدا ناخذ منها هكا نشكل منها كويرات صغيره اللي نحاولوا نجيبوها في نفس الحجم.
فغادي نستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة، نشكلها كويرات صغيرة ونرجعو باش نشكلو العجينة ديالنا. هنايا كيف ما تشوفوا معايا فالكريمة هي بردات على هذا الشكل هذا. عندنا هنا البيبي دو شوكولا او حبيبات الشوكولات، وعندي الدقيق باش نبسط العجين. كنستعملو بالدقيق باش كنبسطو العجينه بطريقه اللي هي عاديه ومألوفه وسهله، يعني ما فيهاش شي، وكنسرح العجينه هكا بالمدلك كنرقو العجين ديالنا. كنحاولوا نجيبوها على شكل مربع ما امكن. ثم غادي نجيب واحد الملعقة صغيرة من الكريمة اللي غندهن بها يعني العجين. كنحاولوا ندهنو غير الوسط، ثم كنضيف حبيبات الشوكولاط وكنطوي العجين على هذا الشكل هذا، على شكل مسمنة، شكل مربع، وحنا كنبسطوه على هذا الشكل. كنحاول نقادو هكا المربع ديالنا وكنحطوه هكا يرتاح. غادي نصوب معاكم واحدة اخرى وغادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله من العجين عمرتها فوضعتهم فوق واحد المنديل، وكنحاول نبسطهم قليلا هكا باش ما تجيش ما يجوناش الفطائر غلط بزاف وما يطيبوش من الداخل. كنبسطوهم هكا على هذا الشكل وكنخليهم يرتاحوا. في هذا الوقت هذا انا وضعت مقلاة فوق النار كتسخن، لانهم ديجا ملي تنخدموهم تيخمروا تيختمروا معنا في الوقت كنكونوا كنخدموهم فكيختمروا. نحاول نبسطهم كاملين هكا على هذا الشكل. يستحسن ما نكتروش الكريمه باش ما تخرجش لنا من الجوانب ديال الخبيزات ديالنا. هنايا سخنت المقلاة فكنوضع قليل من الزيت وكنجيب يعني الخبيزات كنوضعهم هكا في المقلاة حتى كيطيبوا من الوجهين. كندهن حتى الوجه الفوقاني بقليل من الزيت. بالنسبه لهذه المرحله فاللي ما بغاهاش ما يديرهاش، يطيبهم ناشفين ما كاينش مشكل. كنقلبوهم على الوجه الاخر يعني حتى كيطيبوا مزيان، يتحمروا من التحت ومن الفوق ويطيبوا جيدا. ويستحسن ان العافيه ما تكونش مجهده باش ما يتحرقوش ويبقاو خضرين من الداخل، تكون العافيه مهيله باش كيدخل لهم الطياب. كما كتشوفوا راه كيجيو محمرين على هذا الشكل. وغادي نستمر حتى غادي نكمل يعني الخبيزات اللي عندي كاملين، غادي نطيبهم وغادي نحمرهم من الجوانب كاملين.
كيجي الشكل ديالهم جميل، وشي حاجة اللي هي جديدة ومبتكرة وغير مألوفة يعني. ما كنقدروا نشكلوا بهم هكا مائدة العيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة والسلامة يا ربي. صافي غادي نكمل نطيبهم كاملين وغادي نرجع معكم باش غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. فهما كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو زوينين ومحمرين والشكل ديالهم جميل، وحتى من الداخل كيجيو زوينين. انا غنقسم لكم وحيده باش غادي تشوفوها معايا من الداخل كيفاش كتجي، وكيجيو لداد ورطبين فهشاش بزاف كيف ما راه معايا في الصوره. فنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها وطرقكم. وبالنسبه للسيدات او لكل من جربها وراقته، فما تنساوش تخليوا لي تعليق باش يعني نعرفكم كي جاتكم الوصفه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.